إذا تريد تأكل لحم بعجين نرجع 20 سنة، 30 سنة، 40، لا نقول 50 سنة. جبتكم المسقط رأس اللحم بعجين في مدينة الموصل، خليكم ويانا. خلصنا متر كباب بالرمادي، نعم. جينا للموصل متر لحم بعجين. ايش راح نقب بقيه المحافظات؟ الله اعلم. هذا نسويه بس للعزاز علينا. تسلم حبيبي. أيوة الله يخليك. أيوة تسلم والله. تسلم. فانتم جيتوا فلازم راح نسوي لكم شيء تتفاجئون به. مشكور حبيبي. أيوة ذوقك هذا. احنا صوفه حبيبي، احنا شفنا الطريقه. نعم. قدامنا وقدام الجمهور، بس عليك. نعم. تحكي لي بالتفاصيل عن لحم بعجين الجندول، وش وقت انفتح الجندول بالضبط؟ نعم. هو الجندول انفتح بال 79، سنة ال 79. نعم. فأول فرع فتحوه بالجامعة اللي بقى بيه باب العلوم. أول فرع انفتح بالموصل. بالموصل. نعم. فالشغلاية حلوة وجميلة شافوها. بس أنت كنت ما موجود. نعم. إيه طبعا. يا مواليد. أنا 94. بعدك أنت أصلا. إيه فصغر ما عاد الدنيا. نعم. ما عاد الدنيا فسامعين بيه يعني. نعم. فقل نعم. العالم تقول جندول جندول فسبحان الله. هذا اشهر شيء موجود بالعراق هو لحم بعجين الجندول. نعم صحيح. هذا متعارف عليه انت وين ما تروح لحم بعجين الجندول. صحيح. وبكل محافظات العراق. نعم. انت تشتغل العجينه وتشتغل اللحمه لو انت بس فرن اني يعني عندنا ولد اساعده ويساعدني. انت اختصاصك هنا شنو؟ اختصاصي فران. فران على الفرن بس. حلو. اي نعم. بس انت ما تسوي اللحمه والعجينه، اكو ناس مختصين. لا ناس مختصين بالمطبخ. ناس مختصين بهذا الشيء. نعم اي صحيح. تطلع لك القطعه كامله، الخلطه كامله، انت بس تفتحها وتشتغلها. حلو. بس تعرف المواد اللي تدخل بيها؟ اي نعم. هي اللحم بس. هو لحم، واللحم يعني اصلي. نعم. ومحروط حجل. حجل. نعم. نعم حجل وشحم معه. شحم لولية؟ لا شحم. شحم حلو. نعم. إيه هذه تعطي نكهة حلوة. نكهة. يعني اللي هي جوز الذب بس الدهن. نعم. بس خصوصاً الشحم ينطي نكهة عطر طيبة. عطر. نعم. الدهن بس. نعم. بدون صحيح. بدون دهن. نعم. أي فالمواد ماله تتوجه على بصل. بصل. نعم. بس هذا ما هذا ينشو بالفرن لحمني. أي لحمني. نعم. نعم. حتى الطماطم يمكن بدون معجون؟ لا لا معجون. ها معجون. نعم. معجون لو عصير طماطم؟ لا لا معجون. ها معجون. نعم. احنا اخذنا سر المهنه. اي بس هو لحم عجين الجندول. صحيح. ما اعرف من اخذ مهنه. اي صحيح. فهي وجبه اللحم عجين، فعندك العجين. نعم. ومواده بس ملح وماء. بدون خمره. بدون خمره. بدون محسن. بدون كل شيء. كل شيء. سمعوا سر المهنه مال لحم عجين الجندول. اي نعم. بس مستحيل مثل الطعم مالها. صحيح. بس ماء وملح، والماء قياسات يعني هو. نعم. بالعجانه تمسكه في حيث العجين قوي مو مثل الخبز او الصمون. يختلف عن عجينه الخبز يعني. صحيح. مو ملينه. نعم. تكون شويه. نعم. شاده. نعم. يعني بالفتح والفرن ما تفتح بيدك ولا تنشق. نعم. اي فهذا. نعم. الاختلافات عن الصمون واللحم العجين والخبز نفسه. نعم. نعم. لا البيتزا غير اختلافات غير قياسات بها. البيتزا تدخل بيتزا. بيها تدخل بيها مواد. احنا مواد كثيرة. البيتزا نحكي البيتزا الايطاليه بس. نعم. احنا هذا لحم بعجين. نعم. جندول العراقي. صحيح. انا احس بها اطعم من البيتزا هذه بس. صحيح. كل ناس تتذوق تستطعم اكله خفيفه يعني وقت تريدها تنكل. هي الحلو بها تنكل بالريوق وبالغداء وبالعشاء. حلو. صحيح. يعني على 3 وجبات. نعم صحيح. صوفة حبيبي اكو اكبر من هذا القياس تشتغل؟ نعم اقدر. انت تشتغل؟ اي نعم. يعني ايش قد؟ والله تقريبا قد هذا الميز. هذا ميز ما اعرف قياسه. جيب فيته؟ اي جيب فيته. يعني تقريبا نقول متر ونص مترين تشتغل؟ اي تقريبا. انت هناك قد صار لك تشتغل؟ والله اني بالجندول تقريبا صار لي 11 سنه. 11 سنه؟ نعم. يعني وانت صغير؟ اي. تعلمت هنا؟ اي تعلمت تقريبا ببغداد. ببغداد؟ بالمنصور. ما ترجع بعد بغداد؟ ما ترجع مواليد اكل هناك لحم بعجين من اروح؟ والله عادي تريدني اجيك لي راجل. دايم دايم. اي والله. هسه نبدا نبوك هل وبعد عندك شيء؟ اكل طبعا احنا ما نقدر نقيم لحم بعجين الجندول لان ماكو واحد بالعراق ما ماكل لحم بعجين الجندول فالشهاده بيه مجروحه مثل ما يقولون. دائما شو تخلون اياها؟ انا دا اشوف هذا هو اكثر شيء نخلى معاه الصاص والملح. الصاص والملح اي يعني اكثر يعني. واكثريته بالكاتشب يعني مع غير مواد. فاللي يحب يخلي يعني هو والله صراحه انا ما احب اخلي ذولي كلهم. صحيح. يعني شيء طبيعي على الخبزه. صحيح. واللحم يعني حتى انت من تقول الملح انت اعتيادي مخلي ملح.
صحيح هو المواد بيها كامله يعني بس اكو يعني يعجبه مالحه يعجبه صاص يعجبه بهارات زايده فهو يخلي له اضافه. حلو حلو. اي نعم. شفت الفيلم مالتكم على النفط ولا على الغاز؟ لا نفط. يصير على الغاز؟ يصير بس يبس. ها يعني مجربه؟ اي نعم اشتري اشتغل بها. فيبس يعني مو طلعوه شكل ناعس مثل الغاز. حلو. طبعا احشيكم على الطعم متساوي. الطعم فتشي خيالي يعني اللي يريد ياكل لحم عجين لازم يجي ياكل عند الجندول.